السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض برنامج تعليم الأكسس. في الحلقات اللي فاتت يا جماعة احنا خدنا ازاي بننشئ الجداول الخاصة بالداتابيز او بقاعدة البيانات، وازاي بنعمل ربط بين الجداول ببعض عن طريق relationships. النهاردة ان شاء الله في الحلقة بتاعتنا هناخد ازاي نعمل استعلام في الأكسس، بنسميها الكويري. ومعنى الكويري هي ان انا بكون عايز بيان معين، البيان دوت باخده من جدول واحد من قاعدة البيانات او من اكتر من جدول، وبتكون في طريقة معينة احنا بنحطها في الكرياتيريا او في الشروط والمعايير بنقدر من خلالها ان احنا نعمل الكويري بتاعتنا او الاستعلام بشكل مظبوط. طيب دلوقتي احنا عندنا ثلاث جداول مكونين للداتابيز بتاعتي او لقاعدة البيانات بتاعتي. جدول خاص ببيانات الموظفين، ده في البيانات الشخصية للموظفين وتاريخ التعيين وشغالين بارت تايم ولا فول تايم، كل البيانات اللي احنا خدناها في الحلقات اللي فاتت، وبرده جدول خاص بالاقسام وجدول خاص بالفروع. انا دلوقتي محتاج مثلا اعمل استعلام عن الموظفين اللي شغالين في الشركة بارت تايم. طيب اول حاجة قسم الموضوع بتاعك كده على اجزاء علشان تقدر ان انت تفهمه مظبوط. انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج تعمل استعلام. يبقى هتروح من تاب كرييت، هتلاقي في عندك حاجة كده اسمها كويريز. الكويريز دي هتلاقي في حاجة اسمها كويري ويزرد، دي سيبها مش هنتكلم عنها دلوقتي. وفي عندك حاجة تانية اسمها كويري ديزاين. كويري ديزاين دي اضغط عليها كده هتطلع لك ويندو بالشكل اللي قدامك ده. الشو تيبل اللي قدامك دوت بيعرض لك الجداول الخاصة بقاعدة البيانات اللي انت انشأتها. فلما بتختار جدول يا اما بتقف عليه وتدوس اد، يا اما بتضغط دبل كليك. طب لو الجدول دوت مش موجود عندي اجيبه منين؟ من تاب ديزاين برضو هتلاقي في عندك حاجة اسمها شو تيبل، اضغط عليها هيظهر معاك الجدول تاني. طيب دلوقتي تاني حاجة بتفكر فيها ايه الاستعلام اللي انا عايزه؟ الاستعلام اللي انا عايزه انا عايز اسماء الموظفين اللي شغالين بارت تايم في الشركة. يبقى معنى كده ان انا مش محتاج جدول الاقسام ولا محتاج جدول الفروع، انا محتاج جدول الموظفين. دبل كليك عليه نزل معاك اهو، اعمل كلوز. تعالى هنا بقى انت محتاج ايه من جدول الموظفين؟ انت محتاج الاي دي بتاع الموظف علشان لو في تشابه في الاسماء تقدر تميز الموظف عن طريق الاي دي بتاعه. محتاج اسم الموظف، يبقى هتنزل فيرست نيم ولاست نيم. طيب محتاج تعرف هو شغال فول تايم ولا بارت تايم، يعني انت مش محتاج تاريخ تعيينه ولا تاريخ ميلاده ولا تليفونه، لا انت محتاج الايه البارت تايم، ده الفيلد الخاص بالبارت تايم اللي احنا كنا بنحدد من خلاله هو شغال فول تايم ولا بارت تايم. طيب لو نزلت الفيلدات دي كده من غير ما تعمل اي حاجة تانية، وعشان تنفذ الكويري بتاعتك او الاستعلام بتاعك رحت عملت ران، هيظهر معاك ايه؟ هيظهر معاك كل موظفين الشركة اللي شغالين بارت تايم او شغالين فول تايم، الحالتين هيظهروا معاك. طيب تعمل ايه علشان تظهر الاستعلام بتاعك خاص بالموظفين اللي شغالين بارت تايم بس او فول تايم بس؟ هتعمل ايه؟ انت كده لو رجعت الوضع الديزاين هتلاقي نفسك انك محتاج تعمل استعلام لكن بمعيار معين او بشرط معين. الشرط او المعيار دوت انت بتتعامل معاه من خلال ايه؟ انت بتتعامل معاه من خلال حاجة هنا اسمها كرايتيريا. الكرايتيريا دي هي ديت اللي انت بتكتب فيها او بتحدد فيها الشرط بتاعك اللي بناء عليه هيطلع لك الكويري او الاستعلام اللي انت عايزه مظبوط. فانا هنا محتاج ان انا اعرف الموظفين اللي شغالين بارت تايم، فالكرياتيريا بتاعتي هحطها فين؟ هحطها في الفيلد الخاص بالبارت تايم. انا عايزهم شغالين بارت تايم ولا شغالين فول تايم؟ شغالين بارت تايم، فهحط له يس. طب ليه حطيت يس؟ ارجع معايا كده، ده للتوضيح يا جماعة، ارجع معايا كده للجدول بتاع الموظفين.
هتلاقي هنا في البارت تايم احنا كنا بنعمل علامة صح، دي معناها ان الموظف شغال بارت تايم. طب لو ما عملناش علامة الصح، دي كان معناها ان الموظف شغال فول تايم. لو جيت لجدول الموظفين ورحت على وضع ديزاين، هتلاقي ان الفيلد الخاص بالبارت تايم ده كان واخد داتا تايب من نوع يس اور نو. تمام كده، اقفل بقى جدول الموظفين وخليك في وضع الكويري. يبقى هنا انت هنا في الكرايتيريا بتاعتك عند البارت تايم، لو انت عايز الموظف شغال بارت تايم، الموظفين اللي شغالين بارت تايم، فانت هتكتب هنا كده كلمة يس وتقول له ران. من ديزاين هتلاقي ايه الايكون الخاصة بران دي كده، هتضغط عليها هتلاقيه جاب لك كل الموظفين اللي شغالين بارت تايم في الشركة. طب ارجع تاني لوضع الديزاين، كلمة يس دي انت تقدر تكتب مكانها 1 او تكتب مكانها ترو، هيدوك نفس النتيجة. فانت هنا لو كتبت 1 وعملت ران، هيطلع لك برضو نفس الموظفين اللي شغالين بارت تايم في الشركة. ارجع لديزاين. طب نفترض ان انا عايز الموظفين اللي شغالين فول تايم، فمعناها ايه؟ ان اللي هم مش شغالين بارت تايم، يبقى بارت تايم ده هيبقى ايه؟ نو. فانت لو كتبت نو او كتبت زيرو او كتبت فولس، هيجيب لك الموظفين اللي شغالين ايه؟ فول تايم. اعمل ران كده اهو، جاب لك الموظفين اللي ما كانش عليهم علامة صح، يعني اللي هم بالنسبة لي في الجدول شغالين فول تايم. ارجع تاني لوضع ديزاين، شيل الكريتيريا بتاعتك دي. طيب ولنفترض مثلا ان انت بتعمل استعلام بناء عن اسم الموظف، هتعمل ايه؟ هتيجي هنا كده الموظف بتاعك اسمه ايه؟ الموظف بتاعي اسمه محمد مثلا، وانت مش عارف بقية الاسم، فهتيجي هنا في الفيرست نيم وهتقول له انا بدور على موظف اسمه محمد. يبقى في الفيلد الخاص بالفيرست نيم هتكتب اسم محمد وهتعمل ران، هتلاقيه في الاستعلام بتاعك او في الكويري طلع لك كل اللي اسمهم محمد وشغالين في الشركة. ارجع تاني لوضع الديزاين. طب نفترض مثلا ان محمد دوت، انا فاكر ان هو اسمه محمد وفاكر ان في اسم باباه اسم اسماعيل، بس اسماعيل ده انا مش فاكر هو في اول الاسم ولا في اخره ولا في نصه، مش عارف. في الحالة دي انت المكان اللي انت مش عارفه بتحط مكانه علامة استرك، او بتحط بمعنى اصح ستار. انا اسم اسماعيل ده انا مش فاكر هو مكانه فين بالظبط في الاسم، في الاول ولا في النص ولا في الاخر. تعمله علامة استرك او ستار وتكتب اسماعيل وتقفل ايه بستار تانية كده. انت معناها ان انت قلت له دور لي على محمد اللي فيه في اسم بابا اللي في بقية اسمه اسم اسماعيل، بس انا مش عارف هو موجود فين بالظبط. وقول له بقى كده ران للكويري بتاعتك، هتلاقيه جاب لك ايه؟ واحد اسمه محمد علي اسماعيل. تمام، جاب لك الاسم بتاعه وحط لك اسم يعني اسم اسماعيل دوت ظهر معاه في اي حته، راح جايب لك الايه الاسم بتاعه. ارجع لوضع ديزاين، شيل الكويري اللي انت عاملها دي. طيب نفترض دلوقتي ان هو قال لي انا عايز الموظفين اللي متعينين، انا عايز كل الموظفين الجداد اللي تعينوا سنة 2020. معنى كده ان انت هتكون محتاج تاريخ التعيين، فهتروح تاني لجدول الموظفين وهتنزل الفيلد اللي اسمه ايه start date، اللي هو كان بيعبر عن تاريخ التعيين. طيب انا عايز الموظفين كلهم اللي متعينين في الشركة بتواريخ تعيينهم، يعني انت لو جيت هنا عملت run كده من غير ما تعمل كرياتيريا، هتلاقيه طلع لك ايه كل موظفين الشركة تمام بتواريخ التعيين بتاعته. طيب ارجع للديزاين، لا انا مش عايز كده، انا عايز الموظفين الشركة اللي تعينوا بس سنة 2020. فتعينوا بس سنة 2020 دي هتعملها ازاي؟ هتكتب كده، هتكتب كلمة between، هتكتب between 1/1/2020 and 31/12/2020، يعني هتكتب ما بين بداية السنة ونهاية السنة. بعد ما عملت البتوين اعمل مسافة، المسافات مهمة جدا.
مسافة برضو هتكتب and، ومسافة وهتكتب تاريخ آخر يوم في السنة اللي هو 31/12/2020. اعمل run للكويري بتاعتك، هتلاقيه طلع لك الموظفين اللي تعينوا سنة 2020 اهو. ارجع تاني لوضع ديزاين. طيب لو انت مثلا عايز الموظفين اللي تعينوا قبل 2020، قبل في التواريخ دي بنعبر عنها بعلامة اصغر من، تمام؟ يبقى كلمة قبل في التواريخ بنعبر عنها بعلامة اصغر من. يبقى هنا كده هقول له هات لي الموظفين اللي تعينوا قبل 1/1/2020 ورام. هتلاقيه بالفعل جاب لك الموظفين اللي تعينوا قبل سنة 2020 اهو، 2018 2017 2015 2019، ما جابلكش 2020، تمام؟ ارجع تاني لوضع ديزاين. طيب عايز الموظفين اللي تعينوا بعد سنة 2017. بعد في الكويريز او في التواريخ بتبقى علامة اكبر من، فهنعمل كده اكبر من ونقول مثلا 1/1/2017. انا عايز الموظفين اللي تعينوا بعد 1/1/2017. طبعا خلي بالك هنا لو انت كتبت الموظفين اللي تعينوا بعد 1/1/2017، فلو عندك موظف متعين لو عندك موظف متعين مثلا خلال سنة 2017 بس مش بتاريخ 1/1 ده، بعديه هيظهر معاك. طيب تعمل ايه علشان خاطر تخلي كل الناس اللي في سنة 2017 دولت مش موجودين؟ اكتب له انا عايز اللي بعد 31/12، مفهومة كده؟ انا عايز اللي بعد 31/12/2017 هم دولت اللي ايه اللي تظهرهم لي، واعمل له رن. هتلاقيه بالفعل ظهر لك كل الموظفين اللي تعينوا بعد 2017 وما ظهر لكش اي حاجة خالص في 2017، تمام؟ من ران تاني، شيل التاريخ بتاعك. طيب نفترض مثلا ان هو قال لي انا عايز كل الموظفين اللي شغالين في قسم الصيانة. طيب دلوقتي انت مش محتاج البارت تايم ده في حاجة، مش محتاج الفيلد ده في حاجة، ولا محتاج الفيلد اللي جنبه في حاجة. تشيلهم ازاي؟ اعمل سيلكت عليهم كده واعمل ديليت. طيب هو دلوقتي محتاج يعرف منك ايه، ومحتاج يعرف الموظفين اللي شغالين في قسم الصيانة، فمعنى كده ان هو عايز قسم. يبقى هتروح للشو تيبل وهتنزل الجدول الخاص بالاقسام وتقول له كلوز، نزل لك الجدول الخاص بالاقسام بالريليشن شيب بتاعته. فانت عايز ايه؟ انا عايز الاسم بتاع القسم، تمام؟ طيب لو جيت تعمل ران كده من غير ما تعمل كريتيريا او معيار، هتلاقيه ظهر لك الموظفين بتوع الشركة في الاقسام المختلفة بتاعته، في قسم التبريد، في الصيانة، في الحسابات، في الادارة، في المبيعات. طيب ارجع لوضع ديزاين. انت عايز الموظفين اللي شغالين في قسم الصيانة بس، فهتروح على الكريتيريا بتاعتك عند الكريتيريا كده، وهتروح عند الديبارتمنت نيم او في اسم القسم بتاعك، وهتكتب الصيانة. بعد ما كتبت كلمة الصيانة اعمل ران، هتلاقيه جاب لك الموظفين اللي شغالين في قسم الصيانة بس، تمام؟ طيب ولنفترض مثلا هو عايز اسماء الموظفين اللي شغالين في قسم الصيانة والفروع بتاعتهم، وعايز اسم مدير الفرع بتاعه. فهنا هتبقى محتاج ان انت تنزل الفروع، جدول الفروع برضو من شو تيبل كده، من شو تيبل كده، وهتختار ايه الجدول الخاص بالفروع وهتقول له كلوز، تمام؟ وهتقول له انا عايز اسم الفرع وعايز المانجر بتاعه. تعالى هنا كده اعمل ران الكويري اهو، هتلاقيه طلع لك اسماء الموظفين، ومطلع لك القسم الخاص بالصيانة، ومطلع لك ايه الفرع العاشر، وده المدير بتاعه، فرع الاسكندرية ده المدير، وهكذا. ارجع تاني لوضع ديزاين. طب نفترض ان انا عايز قسم الصيانة
وكمان عايز قسم الإدارة. فهتيجي هنا في عندك هنا كده اور اور، هتيجي قدامها كده تحت الكريتيريا هتلاقي اور، هتروح عند الديبارتمنت نيم او عند القسم بتاعك وهتكتب له الإدارة. يبقى انا كده عايز الناس اللي شغالين في قسم الصيانة او قسم الإدارة، وعايز الفروع بتاعتهم واسماء ايه مديرين الفروع، وقول له رن. طلع لك اهو قسم الصيانة وقسم الإدارة، تمام، وطلع لك ايه اسماء الفروع وطلع لك مديرين الفروع بتاعتهم. طيب تعالى نشوف حاجة مهمة تانية. نفترض مثلا ان انا كل شوية بعمل كويري، تمام، وبغير فيها اسم الإدارة بتاعتي، او كل شوية المدير بتاعي بيقول لي هات لي الموظفين اللي في قسم الإدارة، هات لي الموظفين اللي في قسم المبيعات. يعني بمعنى اصح ايه، كل شوية بدخل كرياتيريا مختلفة في الفيلد الخاص بالأقسام. فمعنى كده ان القيمة او قيمة المعيار في القسم في اسم القسم دي هتكون قيمة متغيرة. طب تعمل ازاي هنا كده قيمة متغيرة او قيمة كل ما تيجي تفتح الكويري تطلب منك اوتوماتيك انك تدخل اسم القسم اللي انت عايزه؟ بتفتح القوس المربع ده اهو، وبتكتب جواه الجملة اللي انت عايزها تظهر لك. يعني مثلا هقول له ادخل اسم القسم اهو، ادخل اسم القسم، واقفل القوس بتاعك المربع، خدت بالك كده، واعمل ران للكويري بتاعك. هتلاقيه بيقول لك هنا ايه ادخل اسم القسم، فهقول له المرة دي المبيعات. قلت له المبيعات، قول له اوكي، جاب لك الموظفين الخاصين بالمبيعات. طيب تعالى بقى انت عايز تعمل سيف للكويري دي، نعمل لها سيف ازاي؟ اهو تيجي هنا على العلامة بتاعتها دي، تضغط كليك يمين وبتختار سيف. طبعا حاجة المهمة اللي احنا متفقين عليها من بداية الكورس، ان احنا لما كنا بنعمل سيف للجدول كنا بنسميه TPL، ومن غير مسافات بكمل اسم الجدول بالانجلش بتاعي. نفس النظام هيكون بالنسبة للكويري لما تيجي تسمي الكويري، بس المرة دي مش هناخد TPL لان دي اختصار تيبل، هناخد QRY لان دي اختصار كويري. فهتيجي كده تكتب QRY اهو، ومن غير مسافات هنعمل مثلا ايه ديبارتمنت اللي هي الكويري الخاصة بالأقسام. وقول له اوكي، كده انت عملت كويري خاصة بالأقسام بتاعتك. فما تيجي تقفل دي كده اهو، قفلت، ويجي مثلا يقول لك هات لي الموظفين اللي شغالين في قسم التبريد. هتيجي تفتح الكويري الخاصة بالأقسام اهو، هيقول لك ادخل اسم القسم، فهتقول له انا عايز الناس اللي شغالة في قسم التبريد. كتبت التبريد، قول له اوكي، هيطلع لك الكويري بتاعتك مباشرة من غير ما تدخل على وضع الديزاين فيو بتاعك. بكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة. بتمنى ان حلقة النهاردة تكون فادتكم، ونكمل مع بعض ان شاء الله الحلقة الجاية. بتمنى لكم كل التوفيق. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.